هلا تورجينا طريقة تحضير ديك الحبش للأخ هضميله وللأخوة المشاهدين كمان؟ قبل كل شيء منجيب ديك حبش، ديك رومي على قولة المصريين، ومنقطعه 5 قطع متناسبة، ومنجيب 5 فصوص توم. وانتبهوا منيح، لازم يكون كل فص قد أخوه، مو مشان شيء، مشان الطعمة. ومنحط فوق منه ملعقة كبيرة كمون حب، وملعقة صغيرة كمون مطحون، ومنجيب 3 حبات بطاطا مهروسين هرس، وفوق منه رشة فلفل هندي حار، ومعهم 4 ورقات غار. منين نجيبوا هذا ورق الغار؟ من الجبل الأخضر، مو بعيد، لحشة حجر، عضة كوساي. ومنجيب 2 كيلو رز من كراتشي، رز خصوصي للمندي والكبسة هذا، وربع معلقة صغيرة من صبغة البرياني، وكم عرق كزبرة أخضر، ونص كوب ماء ورد، و5 عيدان قرفة درداس، و6 حبات كبشة قرنفل، وملعقة صغيرة من مسحوق الكاري، وملعقة كبيرة بهارات مشكلة من طهران. بعدين منجيب مشان الزينة 3 ملاعق لوز مقلي، وملعقتين زبيب أشلميش أشقر. وهلأ إذا بتريدوا سجلوا عندكم مقادير شربتي البرياني، سجلوا عندكم إذا بتريدوا. عم تسمعوني؟ عم تسمعني أخي الكريم؟ ألو عربين؟ عربين؟ طيب شيف لطفي، يعني في حال أصحاب الدخل المحدود يعني ما عجبتهم هالطبخة، ممكن نعمل لهم طبخة تاني؟ اي معك حق، لأنه الأخ العربيني يمكن ما عجبته الأكلة، ومشان هيك يا سكر بوشنا يا انقطع الخط، ما بحطه بالزمة، مو مشكلة. هلأ رح أعمل للمشاهدين أكلة صينية بياكلوا أصابيعهم وراها. شو اسمها؟ اسمها يخنة الملفوف بالسكر والقطر. بس قبل كل شيء رح باشر بإعداد صحن المقبلات. منجيب انخاعات ببغاء أفريقي ريشه ملون، وشوية لسانات نحل، ونص وقية فخاد جراد صحراوي، ونص كيلو زنود ضفادع نهرية. تفضل. لسه مدياتي ايديك. ايه ما قلتي لي عجبتك حلقة امبارح؟ ماشي حالها، مو حاكي شي. مو حاكي شي؟ ليش هيك؟ ليش هيك؟ مكترة زبدة للبيض. والله 30 جرام مثل العادة. أصبح البيضات صغار. أنا كم مرة نبهتك وفهمتك، إذا كرتونة البيض بيطلع وزنها أقل من 2 كيلو لا تشتريها، مالنا مضطرين. طيب ما تنزل انت على السوق تشتري اغراض البيت وتريحني من هالقصة؟ ولكن المشكلة اني نجم معروف كتير ووجه اجتماعي مرموق ومشهور، واذا نزلت على السوق ما بعود بخلص من الناس يلي ممكن يلتموا حوالي. فهمتي بقى ليش ما بحب نزلة السوق؟ الو نعم. الو اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. اهلين مدام قادري. ايه عرفتك. لا ولو لا 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 ما في ازعاج ابدا. تسلمي لي. بخصوص شو؟ نعم؟ لا لا اوعك اوعي. البصل لازم يكون ترانشات. ايه قديش الكمية عندك؟ اصبح معناها بدك بصلتين فحلين، يعني بحدود 200 جرام. ايه والتحمير عادي. نفس سوية. ايه ما بجوز يكون واحد احمر من واحد. جناح الدبور يعني. وحرارة الفرن يا ستي لازم تكون 180 درجة فهرنهايت، والوقت 14 دقيقة. لا 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 اوعك. ها ما بدك كمون منوب، شوية فلفل ابيض ورشة كزبرة يابسة بيمشي الحال. ايه طبعا طبعا النفس تبعك هذا شيء تاني. ايه حطي نفسك على الاكل بتطلع الطبخه تمام.
اهلين وسهلين. لا 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 ما في ازعاج، اهلين مدام قادري. الله معك يا ستي، مع السلامه. الله معك، الله معك، مع السلامه. شو من الصبح بلشت الاستشارات؟ شو بدي اعمل، لازم نساير الناس، لان بتعرفي اذا ما قالوا. نعم نعم نعم، الشيف لطفي عم يحكي. اهلين اهلين وسهلين مدام روحانا، من بيروت عم تحكي؟ يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا. ايوه مدام، ايوه مدام، عم بسمعك. نعم نعم نعم، فهمت عليك تماما، فهمت عليك تماما. شوفي يا مدام، كمشة الكوسيجي بدها معلمية. إيه لكن ما بتنكمش كيف من كان؟ إيه طبعا، مو مين ما كان بيقدر يكمش كوسة. بدك تكمشيها بلا معنى من دنبة. طبعا طبعا، من قاعدتها يعني. بالضبط. شوفي مدام، شو المشكلة اللي عندي؟ هلا فهمت عليكي. شوفي، النحات كيف بيتعامل مع المنحوتي نفس الشيء تماما بتعمليه مع الكوسي، ويفضل يكون الحفر باتجاه عقارب الساعة، وسمكة الكوسي لازم تكون وحدة بكل الاتجاهات. ايه طبعا مدام روحانا، واوعيك اوعك تنفخت معك الكوسي بتزرزب الحشوي. نعم نعم. لا والله يا مدام روحانا، انا بفضل المحفارة العادية يلي كانت تستعملها ستي وستيك. ابدناش محفارة الكهرباء، ما إلها ضرورة. اوكي مدام، بالهنا والشفا ان شاء الله. نعم مدام، انا معك. امشان لب الكوسة؟ اي طبعا، بامكانك تعملي متومي، واذا عندك الجزء الاخير من كتابي لبي على الصفحة 117 بتلاقيها. تقبشي عظامي. اوكي مدام، اوكي مدام روحانا، الله معك، مع السلامة، مع السلامة. ولاية ان شاء الله، كل هالحكي مشان حفر الكوسة؟ اي والله لو عم تحفر بير بترول ما بتحكي كل القد، بعدين ليش عم تحكي بلهجتها؟ معلش يا هنا، معلش يا حبيبتي، هدول جمهوري ومعجبيني ومعجباتي، يعني لازم جاملهم، ما بقدر اتنشف بوشهم يا هنا. جمهورك؟ والله استحى ناظم الماهر يحكي الحكي. ناظم الماهر؟ ولك يكون بعلمك يا مدام انه الي معجبين ومعجبات قد ناظم الماهر على مرتين ثلاثة اذا مو اكثر. شيء لك الشيف لطفي انا، مو ضحك لعبة، ليش كل هالقد مستهونة فيني ما بعرف. فعلا ازهد الناس بالرجل اهله وزبوه. يا سيدي انعم واكرم، قلي هلا. مري لساتك بدك تعشيني برات البيت؟ ايه ليش لا. طيب لقوم لك، نروح عند الحلاق وساوي شعري. ما في مانع. الو الو، اهلا وسهلا. وعليكم السلام والاكرام، يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين شيخ زنقي، امور يا سيدنا. نعم نعم، معك حق، والله معك حق يا سيدي. اشتري كتابي من الاسواق وافتح على الصفحه 217 بتلاقي مطلوبك. اهلا وسهلا بكم شيخ زنقي، وعليكم مثل ما ذكرتم. الله معك شيخ زنقي، مع السلامه. الله معك. ومين هذا الشيخ زنقي كمان يا ستي؟ هذا رئيس جمعيه مشايخ حاره باب الرمان. ايوه، وشو بده؟ قال معشر المشايخ بحارتهم روح قلبن الرز بحليب والألماسية، وما عم يعرفوا يطبخوه على أصوله، عم يفرطوا الحليب معهم والرز عم يرزرز ويعلوك. هلأ وصلت مواصيلك للمشايخ كمان؟ دخيلك أنت وياهم. Thank you.
مساء الخير صاحب معي. اهلا صاحب. تفضل. اهلا وسهلا. شيف لطفي. الشاب سامح مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح. تحب المغربية؟ طبعا طبعا. اتفضل على مطعمي انت واربع اشخاص تقديمي. سوفينير. شكرا. يا على عيني وراسي. ما معك قلم؟ راح اوقع لك بقلمي الاخضر. الاسم؟ مايا. مايا. الانسة مايا. مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح. يبعث لك عريس يا ربي. تحبي البيتزا؟ انت وشخصين. تفضل على المطعم تبعنا. إلي إلي صحيح. ممكن تقالي؟ شو الاسم؟ ريم. ريم. الآنسة ريم. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. أم صف أنتي؟ حاجة عشر. يا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. الله معي. تفضل يا حبيبتي تفضل. عفوا صاحب المعالي. بتحبوا تشرب شيء؟ نعم جامايكا بدون كحول. على عيني. عفوا بالنسبة للعشاء. بتحبوا نذكر المقبلات؟ بعد شوي. أهلا وسهلا. مرحبا شيف لطفي. أهلا وسهلا. ممكن توقع لي؟ إيه على عيني وراسي. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ روعة. روعة 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 لففت. أهلا وسهلا. مرحبا. وأنا كمان لو سمحت. اسم؟ رانيا. رانيا. حلو اسم رانيا. إلو رنين موسيقي. والأختي كمان. ايه على عيني وراسي. شو اسمها؟ رهف. رهف الكربوجي. قديش عمرها؟ 25. 25؟ لا هيك مخاف تكون متجوزة كمان ومن علاقة مع جوزة. اهلا وسهلا مرحبا. اهلين. شكرا. ميت مرحبا. عليكم. ايه على عيني وراسي. الانسه كمان. ممكن اتصور معك شيف لطفي؟ ايه على عيني وراسي. ممكن مدام؟ ممكن. شو ما فيها فلاش؟ معلش نورنا كافي. تفضل. اهلا وسهلا. شايف قديش الناس بتحبوا للشيف لطفي؟ هدول بيحبوه من خلال معدتهم مو من خلال عقلهم. دخيلك انت على هالجواب. ليش شو استفدنا دخلك من الناس اللي بيحبوك بعقلهم؟ لوين رايحة؟ لسه هلأ قعدنا. بدي أخذ توقيع الشيف لطفي بس ما معي ورقة. هاي منيحة. شو بتحبي نطلب حبيبتي؟ في شاتوبريان، في سكالو، في أسيت أنكلي. لطفي أنا جاي على بالي زيت وزعتر. حواضر. بل قلبي من طبخي مو هيك. على عيني. بس بدنا نصير مضحكة هيك. يعطيك العافية شيف لطفي. الله يعافيكي. اهلا وسهلا مرحبا. انا مدام صباحات روزي ورد. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا مدام صباحات. يا ميت مرحبا. اهلين وسهلين. مدام صباحات روزي الورد زوجة صاحب المعالي. اهلا مدام. تحياتي يا سيدي. تحياتي. يا اهلا وسهلا. هذا صاحب المعالي يعني. لو سمحت ممكن توقع لي على المعرفة؟ ايه على عيوني وراسي. شكرا. الاسم الكريم؟ مدام صباحات. مع تمنياتي لك بالسعادة ولزوجك بدوام المنصب.